بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ قصيدي وأحمد الله في بداية مطلعه، واذكر نبي الله، صلوا على النبي يا حاضرين. بان ادعي الله وانت أمن للدعاء يا سامعه، الله في العام الجديد يصلح لنا دنيا ودين، عام أتى نستقبله وعام مضى بنودعه، فلنستفد من ما مضى للي أتى يا مسلمين. عام أتى نستقبله وعام مضى بنودعه، فلنستفد من ما مضى للي أتى يا مسلمين. وخاصة أنتو يا رجال المالية في السابعة، والسابعة كانت وما زالت هي الحصن الحصين، فيها الدروع الواثقة، فيها السيوف القاطعة، فيها الرجال الصادقة والصابرة الشدولين. فيها الدروع الواثقة، فيها السيوف القاطعة، فيها الرجال الصادقة والصابرة شده ولين. رغم أن جبهتها مساحتها عريضة واسعة، لكنها خلت عداها يوقفوا مستسلمين. قاداتها قادات في فن القيادة بارعة، وأفرادها وجنودها تطحن عدو الله طحين. قاداتها قادات في فن القيادة بارعة، وأفرادها وجنودها تطحن عدو الله طحين. هي حامية، هي حارسة، هي مقاتلة ومدافعة عن العقيدة والوطن من فتنة أولاد الذين. واليوم هذه ماليتها بينكم متجمعة، يدارس العام الجديد ويخططوا له من بحين. المال هو عصب الحياة، هذا حقيقة واقعة. يا يدي الحب العميق، يا يدي الحقد الدفين. لحسنت الاستخدام، المال هو عصب الحياة، هذا حقيقة واقعة. يا يدي الحب العميق، يا يدي الحقد الدفين. لحسنت الاستخدام يعطيك الحلول الناجعة، ولا سعت الاستخدام هو بايدخلك في سين شين. من قبل ما تصدر قرار الصرف يا أخي راجعة، وتشوف الميزانية لأجل الأمور حقك تزين. سوي من قبل ما تصدر قرار الصرف يا أخي راجعة، وتشوف الميزانية لأجل الأمور حقك تزين. سوي أوامر صرف، لكن لا معك ذي تدفعه، وإن أنت حانب لا تزد تحنب معك الباقيين. يسرى سوي أوامر صرف، لكن لا معك ذي تدفعه، وإن أنت حانب لا تزد تحنب معك الباقيين. يصرف بصورة عاجلة وما حسب شي كم معه، يقول والواحد يصب الماء على قدر الطحين. يقول والواحد يصب الماء على قدر الطحين. أما أنت يلي الأمر لك، عندي خبر وانت اسمعه، لا تأخروا في الصرف، لا تضبح ولا تبقى حزين. القايد اللي وقع عمر الصرف حقك، وقعه حبا وتقديرا لما سويت من جهد ثمين، هو استحى منك. القايد اللي وقع عمر الصرف حقك، وقعه حبا وتقديرا لما سويت من جهد ثمين، هو استحى منك لمالك من مكانه رافعه، قصته لما الدنيا تزين. ويعيننا الله المعين، هو عارف ان ماشي فلوس لكن حياءه يمنعه، انت بطل ما يمكن ابطاله يعودوا خايبين. ما بيت اقول هو عارف ان ماشي فلوس لكن حياءه يمنعه، انت بطل ما يمكن ابطاله يعودوا خايبين. ما بيت اقول شي، فك امر الصرف حقك اودعه، بايصرفوه بايصرفوه وهم بصرفه ملزمين، لكن معهم اولويه ثانيه متنوعه، حاجة على حاجة بتفرق وانت وانا عارفين. اضرب مثل، لو به عريس القايد اشتا ينفعه، وعندنا عربه تبا منا قطع ومهندسين، نقدم العرس ونصلح للرجال مذرعه. ما عاد باشي نشرح اكثر، لان قد انتم فاهمين. المشكلة به ناس ما تقدر شي انك تقنعه، تجلس ثلاث ساعات تشرح له وتحلف له يمين، يفك لك فيه شفر تتمنى تقوم ترقعه. انتو سرق، انتو طرق، انتو شويه من يمين. المشكله بالناس ما تقدر شي انك تقنعه، تجلس ثلاث ساعات تشرح له وتحلف له يمين، يفك لك فيه شفر تتمنى تقوم ترقعه.
انتو سراق انتو طرق انتو شويه مجرمين يقرا الفلق والنازع والزلزله والقارعه ويسب لك في الماليه اعظم من ابليس اللعين. قولوا لهذا الشخص مالك وانت يا اخي في السعه؟ اهدأ وصلي على النبي والطيبين الطاهرين. هل انت عارف كم اوامر عندهم متجمعه؟ هل انت داري كم عليها من ديون ذي تستدين؟ حجم الاوامر والديون تدي عليك الفاجعه ويسبب بين الضغط وتشيب بذي عادي جنين. بعض الاوامر قد لها الانباء توفي الرابعه وحجم الديون متراكمه في مده 7 سنين. قايد ورا قايد ولا زالت كما هي قابعه، الاوله فوق الاخيره يا حنين قلب حنين. القايد السابق بيرجمها على اللي يتبعه، لا مديون قد شيبت بالسابقين واللاحقين. من اجل ذلك حاولت تعمل حلولا نافعه من اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين، هذا يقول لك نزله وهذا يقول لك طلعه، وتحاول التوفيق بين الطالعين والنازلين. لهذا الاسباب قل اللي يسوي زوبعه اهدأ وحقك بايجي لك باذن رب العالمين. ونقول لأهل المالية من يخدع الله يخدعه، ونقول لأهل المالية من يخدع الله يخدعه. نشتي تكونوا في عملكم دائما متنظمين، عمل منظم له قيادة واحدة بتتابعه، ما حد يتعدى اختصاصه لاختصاص الثانيين، وكل حد يسعى لتحقيق الهدف من موقعه، يبعد عن العشوائية ويكون رجل مخلص أمين، لأن العمل غير النظامي يدخلك في معمعه ويمهد الدنيا ويعجنها على الواحد عجين. ما دام عاد الحرب قائم والمعارك والعة، لا بد ما نبقى الجميع متعاونين متكاتفين. إيران لا زالت عليها لعنة الله طامعة وذنابها متربص في كل وقت وكل حين. عاد الأمور مدورة ومثلثة ومربعة، لكن قد أعطينا قسم بالله رب العالمين ما ننحني أو ننثني، وجباهنا مش خاضعة ولا النكل ولا النمل ولا النذل ونستكين. مهما تكون التضحية بانقلعه بانقلعه، أعيش رافع هامتي وأموت مرفوع الجبين. مهما تكون التضحية بانقلعه بانقلعه، أعيش رافع هامتي وأموت مرفوع الجبين. اتوحدوا دون الخلاف دون الخلاف والانقسام والقوعة، إذا توحد صفنا بان انتصر وانا ضمين. ختم القصيدة والكلام نختم ما في مطلعه، أزكى الصلاة تغشى نبي الله إمام المرسلين. السلام عليكم.